فلذلك فلذلك اليوم حين كان عبره في حياتنا وكان تشيره كان لا لا كان اشتو رسالة إلى من يهمه بالعرض إلى السيد رئيس الجماعة. الوقفة اليوم يعني درناها على حساب تقريبا قول ثلاث سنين هذه وحنا كنطلبوا المطالب ديالنا وكنبغيو باش نديروا وقفات او اضراب وكيحاربوا لنا العمال باش ما يحضروش معنا باش العامل ما يطلبش الحقوق ديالو. يعني المطالب ديالنا واضحه، الجي بي اس زادوه لنا، يعني الخدمات زادت تقريبا 100% وما تزادت لنا حتى سنتيم. هذه من جهه. ثانيا 10% تيقول لنا ما استاهلوهاش، حنا نستاهلو غير الازبال والاوساخ والميكروبات، اما 10% اللي عطات الدوله ما نستاهلوهاش حنا كعامل النظافه، عيب وعار. يعني الناس دليل البريما كيعطيوها الليل وهذا كيعطيو 3.50 دراهم الليله تقريبا، البريما كيدوخوهم ب 120 درهم تقريبا في الشهر ولا هادشي كامل ما خدامش. وحنا دابا يعني راكم كتعرفوا ان الزياده في المواد الغذائيه، حنا كنطلبوا الزياده، حنا من حقنا الزياده، هما كيزيدوا لنا غير في تماره في الخدمه. ارى ما عندك، ماشي من حقك تهضر، ماشي من حقك تهضر كاع، يقول لك سير خدم سير خدم صافي، الا هضرتي كتسمى انت فوضاوي ما صالحش، يعني ضد المسؤولين ضد كذا الى اخره ياك. وحنا كنشوفوا يعني واحد اللي كيضرب تماره كيتخلص باقل ثمن، واحد اللي هو ما كيضربش تماره غير جالس كيتخلص زايد الثمن، هذا راه منكر بكل صراحه. والانسان نزيدك يعني مثلا الى خرج التقاعد، راه عندنا العمال معانا، خرجوا التقاعد كتبقى لهم 150 الف فرنك. شنو هي 150 الف فرنك بالله عليك السيد؟ يعني والا خدم غير 10 سنين في هذا الميكروبات راه كيخرج مريض، راه كيخرج مريض. ودابا حنا اغلبيه العمال راه فيهم السياتيك، شكون انا بنفسي ما عنديش باش ندوز، ما عنديش باش نمشي ندوز مثلا وندير نعم سيدي باش نعرف شنو عندي. انا السياتيك مريض به ولكن ما عنديش باش ندوز، علاش؟ لانه الثمن ناقص. واش انت غادي باش غاتعيش ولا باش غاتكري ولا باش غاتقري وليداتك ولا؟ هذا راه المنكر بكل صراحه. يعني هادشي هذا راه ما عاجبناش، والمطالب ديالنا كنادي والمسؤولين اللي هما كيهمهم الامر انهم يردوا بالهم معنا ويشوفوا من الجهه ديالنا. اما حنا خدامين في المدينه ديالنا وكنقيوها وكنحترموا المسؤولين ديالنا، ام الصاب هما غيحترمونا، هذا هو اللي كاين وشكرا.